أعزائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم 3 أبريل لسنة 2020 وحلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع دكتور ناجي. وشعار البرنامج كما نعلم: من يعلم يحذر ومن يحذر لا يزعر. وشعار هذه الحلقة: لا تهويل ولا تهوين، ولكن الأهم في هذه الحلقة لا تهوين. وكم تمنيت أن لا أكون مضطرا لهذه الحلقة، والآن وقد بلغ عدد المصابين من الكوفيد-19 أكثر من 1,000,000 وعدد الضحايا أكثر من 50,000، ولكني دائما أقول هذا هو قدري ودوري أي واجبي تنبيه الآخرين. في هذه الحلقة هتكلم في النقاط الآتية: الأول هشرح الصورة العامة في العالم، ثم هشرح الصورة في الدول أكثر تضررا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم سأطرح 4 أسئلة للإجابة. السؤال الأول: لماذا هذا الاستنفار؟ والثاني: ما هي الاحتمالات؟ والثالث: ما هي الأخبار الجيدة؟ والرابع والأخير والأهم: وماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ نبتدئ بالصورة العامة الأول. الآن توحد العالم والبشر رغم اختلاف توجهاتهم وثرواتهم وألوانهم ومعتقداتهم. إذا بصينا لخريطة العالم فالمشهد لا يختلف كثيرا بين دولة وأخرى، وبين مدينة وأخرى، وبين قرية وأخرى. فقد خلت الطرقات، كلنا ملاحظين بقينا مدن أشباح، وتأجلت الدراسة في المدارس والجامعات، وأغلقت المطاعم والكافيهات والمولات، وتوقفت حركة الطائرات، وتباطأت حركة الانتقالات. والأغرب، وفي سابقة ليس لها مثيل ولم تحدث من قبل في التاريخ، أغلقت جميع دور العبادات حفاظا على النفس البشرية اللي هي أغلى حاجة. إذن فالأمر جلل. دي كانت الصورة العامة. ننتقل إلى صورة الدول أكثر تضررا، ونبتدي بأمريكا، الولايات المتحدة. ليه؟ لأنها الأكثر تأثرا. بلغ عدد الحالات هي النهاردة رقم 1، أكثر من 250,000 حالة، وهي في نفس الوقت الأكثر ثراء، يعني هي الأكثر مقدرة على مواجهة الوضع ده. فعندما يستنفر رئيس أغنى وأقوى دولة في العالم ويقول لشعبه على شاشات التلفاز إن الأسبوعين القادمين هما الأصعب، الحقيقة أنها بداية الأيام الأصعب، هما مش دول البيك. وعندما يقول أن فقدان أرواح 100,000 ل 200,000 شخص أمريكي سيعد انتصارا عظيما، على أساس أن المفروض أن يفقد 2,000,000، ومع الأخذ في الاعتبار لمن لا يعلم أن أمريكا في حرب فيتنام قد فقدت 58,222 جندي، واعتبر ذلك خزيا رهيبا لا انتصارا عظيما. عشان تفهموا هو بيقول لو فقدنا، لو أمريكا فقدت 100,000 ل 200,000 فده انتصارا عظيما. وعندما يطلب من شركة جي ام جنرال موتور، وهي من أكبر الشركات في العالم وبالأمر المباشر، تصنيع 100,000 جهاز تنفس صناعي فنتليتور لمواجهة ما سيحدث، وذلك في غضون 100 يوم، يبقى دي في حاجة. وعندما يقول إن شاحنات التبريد تقف أمام المستشفيات، طبعا فاهمين ليه شاحنات التبريد واقفة قصاد المستشفيات، مش هقولها. إذن فالأمر جلل. ولا تختلف الصورة في الدول الستة التالية الأكثر تأثرا، وهي بالترتيب النهاردة: أسبانيا قبل إيطاليا، أسبانيا ثم إيطاليا، عندهم أكثر من 100,000 حالة إصابة، ثم ألمانيا والصين أقل من 100,000 حالة إصابة بقليل، ثم فرنسا وإيران أكثر من 50,000 حالة مصاب. إذن فالأمر جلل. ننتقل لل إجابة على ال4 أسئلة اللي قلنا هنطرحها. لماذا هذا الاستنفار؟ 1، لأن عدد المصابين قد بلغ أكثر من 1,000,000 مصاب. مش ده المهم، الأهم
إن هذا العدد قد وصل، كان قبل كده من قبل أسبوع كان عدده 500,000 على نص مليون، وفي غضون أسبوع واحد تضاعف إلى أكثر من مليون. وعليه، وده الأهم بقى، لو استمرت هذه المعادلة الأسية اللي هي الهندسية الرهيبة، افتح ودنك معايا من فضلك، فقد يصل عدد المصابين في غضون 10 أسابيع، وأقول 10 أسابيع فقط، إلى 1,000,000 مصاب. واحد يقول لي إزاي؟ نحسبها في نهاية الأسبوع الأول اللي جاي، المليون هيبقوا ممكن لو سيبنا روحنا هيبقوا 2 مليون، الأسبوع الثاني هيبقوا 4 مليون، الثالث 8 مليون، الرابع 16 مليون، الخامس 32 مليون. دول أول 5 أسابيع، خد اللي بعدهم بقى. الأسبوع السادس هيبقوا 68، السابع 128، الثامن 256 مليون، التاسع 0.5 مليار، على وجه التحديد 512 مليون، وطبعا في الأسبوع العاشر سيصل إلى 1,000,000,000. يبقى العدد تضاعف في أسبوع، وإذا استنينا كمان 10 أسابيع بهذه المعدلات، المليون سيصبحوا 1,000,000 مصاب. ولكن أطمئنك بإذن الله أن العالم لن يسمح لذلك بالحدوث. ده كان السؤال الأول، لماذا هذا الاستنفار؟ لأنه وصلنا أكتر 1,000,000 مصاب، ولو سكتنا في 10 أسابيع بس هنبقى 1,000,000,000 مصاب. السؤال الثاني، ما هو الاحتمالات؟ أفضل الاحتمالات هو اكتشاف لقاح، فاكسين أو علاج، ويفضل أن اللقاح ده يبقى قبل نهاية أشهر الصيف، وهقول ليه. وطبعا يفضل أن احنا نكتشف الاثنين. طيب ده أفضل الاحتمالات. تاني الاحتمالات، أن احنا شهور الصيف عارفين أن لما درجة الحرارة هتزيد عن 30 مئوية ولفترة طويلة مش لمدة ساعة، هيتقلل ولن تقتل تماما النشاط الفيروسي، هيقل جدا، ودي حاجة جميلة ان احنا ناخد استراحة مقاتل نقدر نعمل فيها حاجة قبل ما عدد المصابين يتخطى الامكانيات الصحية فيحصل كولابس، انهيار في الانظمة الصحية في العالم. الاهم بقى في هذه الاحتمالات هو ان تتخذ كل الدول، وهذا ما يحدث الان، تدابير اكثر صرامة. والاكثر اهمية أن يلتزم الناس بها التزاما كاملا، مش بس الدول تاخد وإحنا نلتزم. وطبعا بحب أضيف أن دائما أبدا عندي احتمال أن يجي مرسوم إلهي يرحم البشر، ولكني دائما أقول الله لا يساعد إلا من يساعدون أنفسهم، أو بالبلد لما بنقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، يعني ربنا مش هيساعدنا إلا إذا ساعدنا نفسنا، أي التزمنا بالحاجات اللي هنقولها التزاما كاملا عشان نمنع التفاقم وهذه المعادلة الأسية من أنها تصل لهذا الرقم الرهيب. ده كان السؤال الثاني. السؤال الثالث، إيه الأخبار الجيدة؟ يعني واحد يقول لي ما عندكش أخبار جيدة. عندي 6 أخبار جيدة. واحد، إن في بلادنا العربية إحنا بنقف وراء هذا السيناريو بشهر، الحمد لله تأخر بدء الإصابة وبالتالي الوصول لهذه المعادلة الأسية شهر. طيب يبقى إيه؟ فرصة بقى لنتدارك الأمور ونفعل ما لم يفعله الآخرون، ناخد بالنا. دي أول خبر جيد، إن إحنا شهر وراء العالم. 2، إن هذه المعادلة الأسية اللي هي الهندسية هي فرض نظري. ليه؟ تعال نفهم. تم إعلان وباء كوفيد-19 وباء عالميا متأخر جدا في 11 مارس في هذا العام في 2020، يعني كان بدأ في 1 ديسمبر سنة 2019 منظمة الصحة العالمية World Health Organization ما أعلنتوش وباء عالمي وخطورة غير في 11 مارس، وعليه تأخرت الإجراءات الفاعلة تأخر رهيب. فطبعا في أقل من أسبوع تضاعف العدد من 0.5 مليون إلى 1,000,000. الآن مع الإجراءات الأكثر صرامة والمتصاعدة، هتقعد تتصاعد، لن تمضي المعادلة الأسية بنفس درجة التصارع. ده في ميلان وفي شمال إيطاليا
انت عشان تخرج مش مجرد حظر تجاهل، لازم تتكلم في التليفون عشان تخرج تشتري حاجه او هتسوق عربيتك وتاخد الاذن بذلك. يعني مش في ساعات حظر تجاهل، هو انت خروجك اساسا لازم يكون باذن. فبسبب الاجراءات اللي هتتخذ اللي هي اكثر صرامه للناس باذن الله تلتزم بيها، فالمعادله الاسيه دي هتبقى فرض نظري. مش من المفترض ان احنا نوصل مليار في 10 اسابيع، وهلا هتبقى ضغط رهيب على الانظمه الصحيه يؤدي الى انهيارها. الخبر الثالث كويس، عند وصول رقم المصابين حتى المسجلين الى مليار من البشر، شوف الخبر كويس، في حقيقة الأمر هيكون أكتر من نص العالم قد حصل على، افتح ودنك، مناعة. يعني نص العالم هيبقى عنده مناعة ضد المرض، فيبدأ منحنى الإصابات في الانخفاض بحدة. طب ليه؟ ليه واحد يقول لي هم اللي هيقولوا مليار واللي حصل على مناعة أكتر من نص العالم؟ تعال نفكر إنه معظم الحالات لا يتم تسجيلها، لأن مش كل واحد جاله سخونة أو بسيطة أو جاله شفاة كحة هيروح يسجل نفسه إن هو مصاب بالكوفيد. فحقيقة الأمر إحنا بنقول عدد المصابين كذا، لكن العدد الفعلي بيبقى أكثر من ذلك، لأن مش كل الناس بتسجل. اسمع اللي بعدها ألطف. إن من رحمة ربنا إن في حاجة اسمها سب كلينيكال انفكشن. يعني إيه؟ يعني حالات مصابة وفي نفس الوقت بدون مرض، خد العدوى بس ما جالوش مرض، سموها سب كلينيكال انفكشن. ايه قيمة ده؟ انه اللي خد الاصابة وما جالوش المرض، جهاز المناعة هيتنبه، هيعمل مناعة ضد الجرثومة اللي خدها دي، اصبح حاصل على مناعة طبيعية، مناعة بحب اقولها الهية، سبحان الله. يبقى عشان كده بقول ان في عدد مش متسجل، يعني لما نقول ان في مليار متسجلين، في اكتر من مليار مش متسجلين، وفي ناس اساسا ما جالهاش المرض خالص وخدت المناعه الطبيعيه. زائد ان في عدد اخر بيبقى غير قابل للاصابه اساسا، لان في يعني اختلافات بشريه بينا، ربنا عمل سبحان الله تحورات في الجينات، فحيث في مش كل شخص قابل للاصابه بنفس الفيروس. او ربما لان في فئات منعزله في اماكن في العالم لن يصلها الفيروس. فبنقول لما بيوصل الرقم الى مليار، ده حاجة وإن بدت سيئة جدا من حيث الرقم، وبالتالي لو خدنا بقى عدد الوفيات، إنما هتبقى جيدة لأنه أكتر من نص العالم قد أصبح عنده مناعة، وبالتالي هيبتدي الـ هذا الوباء في الانحسار. الخبر الرابع الجيد، لما بنقرأ نسبة الوفاة إلى المصابين نقول إن في أكتر مليون مصاب وفي 50,000 حالة وفاة، يبقى لما تحسبها حسبة سهلة يبقى 5% وفاة. وساعات ناس تقولوا تانية لا ده هو 3% وفاة. أنا بقول لك بقى إنه لا هم 3 ولا 5، النسبة أقل من ذلك بكثير. ليه؟ نفكر بهدوء. لأن نسب تسجيل الوفاة أعلى بكثير من نسب تسجيل الإصابات. مش كل واحد قلنا أصاب بيسجل، لكن غالبا كل واحد توفاه الله من قبل هذا الكوفيد 19 تم تسجيله. دي حاجة. وبعدين زي ما بنقول كمان إن إحنا انه التسجيل مش اعلى بكثير من وبالتالي النسبه في تصوري مش 3%، لن تتخطى احتمال الوفاه 1.5%. طبعا نسبه كبيره جدا ان يبقى 1.5%، لان هذه النسبه تقريبا 50 ضعف احتمال وفاه في الانفلونزا الموسميه، لكنها على الاقل ما هياش 3 إلى 5%، فدي نسبه مبالغ فيها جدا. الخبر الخامس الجاي، وقلت قبل كده ان نسبه الوفاه متعلقه بشيئين، بالعمر ونمره 2 بالامراض اللي هي سابقه اللي موجوده عند المريض. فقلت وهقولها تاني ولا اكل، ان للشباب اللي تحت 50 سنه احتمال الوفاه عند الاصابه بيبقى 4 في الـ1000، او بقولها بصوره اوقع، مش كل شخص جاله كوفيد توفاه الله. الناس فاكر ان هو لو جاله كوفيد مات. لو حضرتك عمرك تحت 50 سنه احتمال الوفاه 4 في الـ1000. طبعا لما العمر يزيد ويبقى فوق سن 70 سنة الاحتمال بيزيد إلى 80 في الـ1000، يعني بيزيد لما تفكر في هذه الحالة بيزيد 20 مرة للي هم فوق سن 70. خبر تاني جيد، إن مش بس العمر، إن الحالة الصحية السابقة، فوجدوا إن معظم حالات الوفاة 88% إلى
98% من اللي توفاهم الله كان عندهم مرض سابق غير الكوفيد بيؤثر في صحتهم. فدي حاجة. وبعدين هقول برضو خبر جيد ده للنساء بصفة خاصة، يعني يمكن ينبسطوا أكتر من الرجال، إن احتمال وفاة الرجال أعلى من السيدات 60%، يعني الستات يبقوا أقل، ربنا يديهم تخوفا، ربنا يديهم العمر وطول العمر والصحة. خبر السادس والأخير وهو من ألمانيا. طب احنا دلوقتي برضو في انهيار اقتصادي، وان كان ما حدش بيفكر دلوقتي في الانهيار الاقتصادي ده خالص، انما المانيا قالت خبر جيد انها تمكنت انها لتجربه بسيطه تشوف الاجسام المضاده فتعرف مين اكتسب مناعه ومين ما اكتسبش مناعه، تعمل مسح شامل لقطاعات كبيره جدا في الشعب الالماني اللي عنده اجسام مضاده، يعني عنده مناعه للمرض، يرجع تاني الى قطاع العمل ويشتغل وتدور عجله الاقتصاد والدنيا تقوم تاني. واعتقد ان ما تفعله المانيا يعني سيحذو بقية دول العالم، خاصة الأكثر ثراء فالأقل، والحمد لله أن حتى دول العالم الثالث في هذا الاختبار تكلفته قليلة جدا وهيبتدي في ألمانيا. كانت دي الأخبار الستة الجيدة. ننتقل للسؤال الرابع والأخير وهو الأكثر أهمية، ماذا ينبغي أن نفعل؟ قبل ما أجاوب ماذا ينبغي أن نفعل، أولا لابد أن نعترف أنه عبر التاريخ كانت الأوبئة المعدية هي الأكثر حصدا للأرواح من أي شيء آخر، من أي حرب، من أي مرض، أكثر من الكانسرز، أكثر من الهارت أتاكس. طبعا الأوبئة للأمراض المعدية هي الأكثر حصدا، والتاريخ يحب أن يعيد نفسه، فلازم نتنبه لدي أن الأوبئة دي مش حاجة نتعامل معها كده يعني إلا بكل قوة. ثانيا، أن في حالة الكوفيد 19 الكورونا فيروس تبرهن أنه من أكثر الفيروسات قابلية للعدوى. تصور قلنا من 3 لـ10 مرات قابلية الإنفلونزا اللي هي أوريدي سهلة، إن مجرد ملامسة سطح ملوث وبعد ألمس عيني أو أنفي أو الفم يجيني عدوى، حاجة غريبة جدا. وبعدين مش فقط قلنا السعال والكحة، العطس والكحة آسف، انما ايفن الكلام بينقل العدوى. وعشان كده حتى بقول المثل بيقول اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب، هذا المثل ينبغي ان كلنا نطبقه دلوقتي، نصمت تماما. وبعدين خصوصا لما ابقى في مكان فيه ازدحام في مواصلات عامه، لان الكلام ده عمال ابخ في فيروسات بعد الناس، فتوقف عن الكلام من فضلك كده، ترحم الاخرين فالله يرحمك. ولما اقعد حتى مع يعني اصحابي او عائلتي في البيت، نراعي اللي هو السيف فيزيكال ديستانس، ان احنا لازم على الاقل نبقى قاعدين نبعد عن بعض اكتر من 2 متر. وبعدين اتكلم بصوت خفيض ما امكن، لان كل ما الصوت انخفض الرذاذ بيمشي بتاع اللي طالع من الفم لمسافه اقل. فاذا كنا قاعدين كلنا في غرفه واحده ليه نزعق؟ كلنا نقعد بعاد عن بعض ونتكلم بصوت قليل. ده الحاجتين اللي عاوز اقوله. طب ماذا ينبغي ان نفعل بقى؟ هقسمها الى اقسام 3: المريض وهيئه التطبيب والتمريض، وبعدين عامه الناس. نبتدي بالمريض. قلت في هذا الوقت اي شخص يصاب بارتفاع في درجه الحراره او كحه اللي هي غالبا بتبقى قلنا ناشفه او ب صعوبة في التنفس، حتى لو كان حاسس ان حالته كويسة، يعمل لنفسه عزل تام حتى يتم الشفاء التام. يعني حتى لو حاسس ان حالته تسمح بالخروج ما يخرجش، لانه في هذه الحالة حضرتك بتنشر العدوى، وقلنا العدوى سهلة جدا في هذا الفيروس. فيعني لازم الواحد زي ما قلت، ما استحق ان يولد من عاش لنفسه. فأنا هعزل نفسي في هذه الحالة مش لصالحي، إنما لصالح الآخرين، لصالح المجتمع. ودائما بقول وعلى الباغي تدور الدوائر، يعني إذا ما عملتش كده وأذيت الناس، ربنا في يوم من الأيام برضه هيأذيك، مش هتترك. دي حاجة ده بنسميه passive aggression، يعني عنف سلبي. تخيل أنت بخروجك كده أنت بتقتل ناس، أنت بقيت أداة قاتلة. فبليز يعني خدوها بمنتهى يعني الفهم والحرص،
اللي عنده اي يعني سخونه او حاجه خفيفه ما ينطلقش الى الشوارع دلوقتي، يحبس نفسه يعزل نفسه الى ان يعني يخف تماما. وبعدين اي شخص خالط مريضا او حتى دلوقتي شايفين اللي جاي من السفر مش عارفين خالط مريض ولا لا، ينبغي ان يعزل نفسه تماما قلنا لمده اسبوعين. ليه؟ لان حضانه المرض بتاخد من يومين الى اسبوعين، ف يعني يعزل نفسه تماما. امال امتى حضرتك لو مريض تروح المستشفى؟ فقط في حاله واحده، يعملوا لك ايه في المستشفى في هذا المرض؟ ما انت تقدر تعمل لروحك تاخد سبورتيف تريتمنت، شويه قلنا منخفضات الحراره زي التلينول والباراسيتامول والاسيتامين وفيلين، وبقول اوعى اوعى تاخد ادفيل والكتافلام والحاجات دي، لان الادفيل والكتافلام والحاجات دي بتضير جدا بالمرض، هذا المرض بالذات. ان اقول تاخد الحاجات اللي قلتها لك، تلينول وتاخد ايه الاسيتامينوفيلين او الباراسيتامول، هو ده اللي تاخده بس كخفض الحراره، ميه كتير، وبعدين اغذيه عشان تقوي مناعتك. ما تروحش خالص مستشفى من فضلك من فضلك الا اذا كان عندك صعوبه في التنفس. نيجي لهيئه التمريض والاطباء، ودي اول مره اقولها. لابد كل طبيب بيسمعني وكل ممرضه وكل ممرض ان يتبع القاعده الذهبيه، وهي No emergency or urgency in epidemics. لا اندفاع مع الوباء. لان اقول لك ايه اللي بيحصل، ان يقول لك المريض حالته خطره جدا، المريض نفسه وقف، فحضرتك تجري ناحيته دون ان تحترس، دون ان تقي نفسك. لازم ما في القاعده ذهبيه في الاوبئه لا اندفاع خالص. لازم الاول تلبس الماسك وتلبس النظاره لان ممكن جعدوه يجيلك من عينيك، وتلبس الجاون تغطي نفسك تماما، وبعدين تهرع لمساعده المريض. انما مش اي خبر يتقال لك تنسى روحك وتندفع. ليه؟ ما تقدمش المساعده الا بعد ان تتاكد انك محصن او انك محصنه تماما. واحد لصالح نفسك، لاننا ان فقدناك على فكره بنفقد شخص مدرب بتاع العنايه المركزه، دول الناس ما عندنا عدد قليل منهم، لما نفقدك هنجيب واحد اقل منك بعد كده يبقى اقل حتى تحذرا. ليه نفقدك؟ اتنين لصالح زملائك، لو حضرتك جات لك العدوى هتنقلها الى زملائك ودي حاجه مش مظبوطه. ثلاثة ان المريض اللي في حاله خطيره جدا بحيث نفسه وقف، اولا ممكن الانتظار شويه، ثانيا هذا المريض حالته خطيره يعني قد حتى ما تقدرش انت تنقذه. انا بقولش ما تهرعش لانقاذه بس بعد ان تتحصل. فالقاعدة الذهبية بقولها هو الأول مرة لهيئة التمريض وهيئة التطبيب، لا اندفاع في حالة الأوبئة. No emergency, no urgency in epidemics. كل واحد يسمعني كويس قوي، تتحصن أولا وبعدين تعمل أي حاجة. ما تخليش عقلك يشت لحظة في التحصن أدام أنت طبيب في الوباء. التحصن أهم حاجة، وعلى فكرة هذا مش لصالح نفسك فقط ولصالح الآخرين. نيجي بقى لعامة الناس، نفس النصائح ولكن بتدقيق أكثر، اللي هم الأربع نصائح الذهبية. العزل البدني ده أحسن حاجة، إنك تنعزل تماما عن الناس، وده اللي عاملينه دلوقتي في ميلانو، أو الأقل التباعد البدني، يعني على الأقل مترين، وفي جميع الأحوال البعد عن الزحام. وأنا بقول حضرتك تأجل مشوار أو خروجة لا داعي ليها. أنا بسمع ناس يقول لك إنه فاكرين هم في أجازة مش عارف هيطلعوا في مصرنا العزيزة العين السخنة أو الساحل، إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ أنا بقول لكم أهو إنه التسارع لو ما خدناش هنا في نورث أمريكا خطوات جادة أكثر صرامة ستصل من مليون إلى مليار في غضون 10 أسابيع. تخيل بقى بعدد الناس اللي هم الحالات الحرجة هتبقى قد إيه؟ تخيل الضغط على الأنظمة الصحية هيبقى قد إيه؟ هتنهار الأنظمة الصحية. فأنت ما تخرجش إلا للشديد القوي. واعلم إنك كل مرة بتؤجل مشوار ملوش لازمة فأنت تنقذ نفساً. ودي حاجة هيجازيك عليها ربنا جزاءً حسناً. وإنما العكس إنك أنت عشان خاطر زهقان شوية تخرج وتجري وتنسى الموضوع، فهقولها دائماً أبداً وثانية في هذه الحلقة، أنه على الباغي تدور الدوائر. فأنت كده اللي هيخرج بدون معنى دلوقتي فهو باغي. إحنا عندنا ميزة إن إحنا عندنا شهر ورا هذه الدول نستغله عشان ما تتفاقمش، وخصوصا إن إحنا ما عندناش الثراء بتاع أمريكا، ومع ذلك أمريكا النظام الصحي بتاعها عليه ضغط رهيب دلوقتي. فأرجوكم
بل أتوسل إليكم، أتوسل إليكم لصالح الآخرين مش لصالح نفسك. ما تخرجش مشوار إلا للشديد القوي، أو إذا كان أنت عملك يستلزم أنك تخرج حاجة لا يمكن تفاديها. من فضلكم، دي كانت أول حاجة. تاني حاجة احنا عارفينها، أنك دلوقتي احنا يعني الأيادي دي لازم نتأكد من حاجتين، من نظافتها. وقلنا يا إما بتغسل إيدك بالماء والصابون، مش أي غسلة، على الأقل 20 ثانية، حتى قلنا بقى عد 1 2 3 لحد 20 عشان تبقى فاهم أنك صح، أو تستخدم جيل أو سانيتايزرز مطهرات فيها على الأقل 60%، ناس بتقول 70% من الألكحول. وطبعا تاني حاجة بالنسبة للإيدين، عاوزك مفيش علاقة بين إيديك ووجهك، لا ملامسة للعين ولا للأنف ولا للفم خالص. تلاتة، النصيحة الذهبية الثالثة وسمعناها 100 مرة ولا نكل، العادات التنفسية الصحية. كنا مركزين على العطس والكح، انك لما تعطس او تكح تحط تيشو او في كوعك، لكن مش في ايدك، لان ايدك هتصافح بيها الاخرين. والنهارده بنزود الكلام، الكلام قلنا اذا كان الكلام من فضه فالسكوت الان من ذهب، خاصه لما يبقى في مجموعه كبيره من الناس ومتقاربين. وقلنا نقعد في البيت اكتر من 2 متر ونتكلم بصوت خفيف ما امكن، او نسكت خالص، يعني دي هتبقى افضل. نمره دي العادات التنفسية الصحية. نمرة 4 الكمامات، وقلنا ان الكمامات بتنقسم الى نوعين، في اللي هو الكمامة دي اللي هي N95 دي اغلى طبعا، وفي الكمامة التانية اللي هي بتبقى السيرجيكال ماسك. شايفين انا ماسكها ازاي؟ يعني بمسكها بحيث ان انا ملمس، لا المسها وانا بلبسها، ولا اثناء لبسها، ولا حتى بعد قلعها، ولا حتى لما اتخلص منها. كانوا في اول القصه قالوا لنا ان الكمامات دي يلبسها المرضى والمخالطين للمرضى والهيئه الطبيه بس، او اعتقد ان منظمه الصحه العالميه في هذا الوقت قالت الكلام ده لسبب، لانها لو قالت كل الاصحاء يلبسوا الماسكات دي كان هيحصل ضغط عليها رهيب. ما عندناش في العالم العدد اللي يكفي، ده احنا دلوقتي عندنا ازمه في الكمامات بنوعيها في اكثر دول ثراء، في امريكا وفي كندا، لان طبعا انت ما بتقدرش تلبسها غير فتره محدده ومش من مريض لمريض وحاجات من هذا القبيل، فبنضطر نتخلص منها ونلبس تاني. طيب انا وقلت ان انت في يوجد قاعدتان، القاعده الاولى قلنا ان لا ملامسه للماسك نفسه، لا لو انت بتلبسه ولا اثناء لبسه ولا بعد ما تقلعه وتتخلص منه جيدا. تاني حاجه انه ما يديكش بقى الكمامه دي احساس زائف بان خلاص انت كده في امان. يبقى الثلاث حاجات اللي قلناهم قبل كده اكثر اهميه من الكمامه، بس النهارده بنقول كل واحد يستطيع ان يلبس كمامه يلبسها. خلاص، الكمامه تقي الاخرين وتقي نفسك. سيبك من لا ما تلبسهاش وبتاع، لا البس كمامه لو عندك. واحد يقول لي طب ما عنديش كمامه، ما عنديش امكانيه. تصور وجدوا ان الاتي، لو فصلنا كمامه من قطعه قماش يعني ولبسناها، قد لا ما تديك، مش هتديك يعني امان 100%، لكن زي ما بنقول دائما ابدا الذي لا يدرك كله لا يترك كله. يعني انا ما عنديش امكانيات او مش لاقي الكمامه فصل كمامه، وانا شخصيا بعمل كده. اي لو مشوار مهم جدا الواحد يخرج ولازم هخرج، من اول ما تخرج من المنزل تبقى لابس الكمامه دي، وساعه ما ترجع تقلعه. يبقى فقط لا ما لهاش غير جوه، حفاظا على الاخرين وحفاظا على نفسي، فنعمل هذه الكمامات. وبعدين باذكر ان تلميذه الامس وزميله اليوم دكتوره هايله في انجلترا، وهي زوجة الدكتور مجدي اسحاق اللي هو رئيس مجلس اداره مركز مجدي يعقوب، قالت جمله جميله خالص، انك انت في هذا الوقت تتعامل مع كل شخص تقابله على انه مصاب. يعني تصور اعتبر كل، لان بتبدا العدوى قبل ما تظهر اعراض المرض. يعني لو انت ماشي في الشارع ان امكن تبعد عن الناس ابعد عنهم، وانت موجود في بنك في مول في مش مول في سوبر ماركت، مفيش مول دلوقتي بتشتري حاجه، ابعد. تعامل على كل شخص على انه مصاب، دي نصيحه مهمه جدا. فدي حاجه مهمه الكمامات دي. وفي النهايه أدعو الله لكل مريض بالشفاء، ولكل من فقد حبيبا بالعزاء،
وأسأل الله لكم جميعا الأصحاء ولهيئة التمريض وهيئة التطبيب بدوام الصحة وزوال الغمة، وإلى أن نلتقي بإذن الله مجددا، وإذا كان في العمر بقية لكم ولي في حلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع دكتور ناجي، أدعو للجميع بالتوفيق وأشكركم. شكراً.